عشر أشياء لم تكن تعرف أن جسدك قادر أن يفعلهم. اليوم سنعرض عليكم عشر أشياء لم يكن يعرف أحد جسده قادر على فعلهم. تلك الأشياء مفيدة للغاية وتزيد من وقتك وصحتك. تابعونا لتتعرفوا على تلك الأشياء. أولاً، خدش الأذن ليقلل وخز الحنجرة. لو كان لديك وخز في الحنجرة، ربما يجعلك هذا تشعر بالألم والتوتر أمام كل من حولك. لذا في المرة القادمة حينما تواجهك الوخزة في الحنجرة، قم بخدش أذنك بأصبعك ليقلل هذا الوخز. هذا سيعمل على اتساع الأعصاب في الأذن، مما يجعل العضلات تتسع هي الأخرى، ويقل هذا الوخز مما يجعلك تشعر بتحسن بسرعة. البعض يحاول أن يخدش لسانه حتى يذهب ذلك الوخز، لكنه لا ينفع بقدر ما ينفع في أذنك. لذا في المرة القادمة افعل تلك الخدعة. ثانيا، تقليل الألم الناتج عن الحقنة. لو أنك تشعر بالخوف من وخز الحقنة، عليك بعد ذلك أن تسعل أثناء ما يتم وخزك بالحقنة، فهذا يعمل على تقليل الإشارات التي تحملها الأعصاب من الألم الذي تشعر به عند الوخز. لذا بعد ذلك قم بالسعال، فهذا سيساعدك على تقليل الألم. قم باتباع تلك الخدعة في المرة القادمة وستجد نتائج لا تصدق. ثالثا، تنظيف الجيوب الأنفية. لا يوجد شيء أصعب من الألم الذي تشعر به في أنفك حينما تكون ممتلئة بالمخاط، فهي تسبب ألما فظيعا وصعوبة في التنفس وعدم القدرة على النوم. لو لم تكن قادرا على تحمل ذلك الألم وتريد أن تنفذ خدعة تسهل عليك حياتك، قم بدفع سقف فمك باستخدام لسانك، ثم ضع أصبعيك في الفراغ الذي يوجد بين حاجبيك. هذا سيعمل على تقليل نسبة المخاط في الأنف في خلال 20 ثانية فقط، كما أنه أفضل بكثير من إجراء عمليات على الأنف. رابعا، معالجة ألم الأسنان باستخدام الثلج. تعد تلك الحيلة من أفضل الحيل لدينا اليوم. أنت لست على دراية بما يقدر جسدك على فعله. حينما نصاب بألم في الأسنان يجعلنا هذا نشعر بأن الحياة صعبة للغاية، حيث لا نقدر على الكلام ولا الأكل ولا الشرب. لو أنك مصاب بمرض في الأسنان وقال لك أحد أن تستخدم الثلج في العلاج، لا يعني ذلك أن تضع الثلج على الأسنان أو على خدك. قم بوضع الثلج على ظهر يديك، أي بين الإبهام والسبابة، مما يجعل الألم يقل أكثر مما كان عليه. يعني هذا أنه لن يجعل الألم ينتهي، بل أنه سيقل فقط بعض الشيء حتى تتمكن أن تتحمله. خامسا، تجميد العقل. نتعرض كثيرا لهذا الشيء حينما نأكل شيئا مثلجا بسرعة كالأيس كريم، مما يجعلنا نشعر بألم كبير في رأسنا. السبب في هذا الشيء هو أنك حينما تشرب شيئا مثلجا بسرعة يعمل هذا على تجميد الأعصاب التي توجد في سقف الفم، مما يجعلك تشعر بألم لا يصدق، مما يجعل العقل يشعر بهذا التجمد القادم من أعصاب الفم. الأفضل لك هو أن تدفع سقف أسنانك باستخدام طرف لسانك في أسرع وقت ممكن، مما سيعمل على تدفئة أعصابك ويوقف الثلج في مخك. لذا استعن بتلك الخدعة في المرة القادمة. سادسا، يمكن لأنفك أن تكون آلة سفر عبر الزمن. هل استنشقت شيئا يوما ما وشعرت أن أنفك جعلتك تتذكر ذكرياتك القديمة حينما استنشقت تلك الرائحة أول مرة؟ السبب الحقيقي وراء هذا الشيء هو أن المكان المسؤول عن الاستنشاق هو نفسه المكان المخصص للذاكرة في المخ. لذا نتذكر كل ما يتعلق بتلك الرائحة من مكان ومناسبة ومشاعر كانت تكمن بداخلنا. سابعا، جهازك الهضمي يمدك بالقوة اللازمة. جميعنا نعرف تلك القصة التي تقول أن هناك أم رفعت السيارة من على الأرض لتنقذ ابنتها. حينما يشعر جسمك بالخوف يبدأ في إفراز هرمون الأدرينالين، هذا يجعلك لائقا بدنيا وسريعا، وقلبك يخفق بسرعة، وجهازك الهضمي يتوقف عن أداء وظيفته. كل هذا يجعل عضلاتك تصل للقوة التي تحتاجها لمواجهة الخوف والمشاكل التي تحيط بك. ثامنا، عينيك تخبرك أنك تشعر بالبرد. لو أنك تجلس في مكان قاسي البرودة، ربما يجعلك تشعر بألم كبير في جسدك. حينما نشعر بالبرد تبدأ العين في الانقباض لتوفر الطاقة لجسدك. ربما أن هذا يصيبك بالعمى لمدة ما، مما يعني أن جسدك يحتاج للدفء في أقرب وقت. تاسعا، إبطاء دقات القلب. لو أحدهم قام بخضك وفزعك ستجد أن قلبك بدأ يخفق بسرعة،
بما سيجعلك تشعر أنه سيخرج من صدرك. كل ما عليك هو أن تنفخ في الإبهام الخاص بك، هذا لأنه يوجد عصب يربط بينه وبين دقات قلبك، مما يعني أنك قادر على التحكم بها من خلال التنفس فقط. عاشرا، عينك تخبر عن حبك. لو أنك تحب شخصا ما ولا تريد أن تخبره أنك تحبه، لا تنظر إلى عينيه، لأن العين توضح أنك تحب هذا الشخص، لذا تجنب مثل تلك النظرات حتى لا تفضح نفسك.